نظم أبناء منطقة جوب بمديرية جبل عيال يزيد في محافظة عمران وقفة احتجاجية في الذكرى الأولى للجريمة البشعة والمجزرة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الغاشم باستهداف سوقا شعبيا مكتظا بالمتسوقين والباعة من المواطنين، وأدى إلى استشهاد 40 مواطنا وجرح 60 آخرين. إحياء الذكرى الأولى الأليمة والمجزرة البشعة التي ارتكبتها جارة السوء ومن تحالف معها من قوى الشر والاستكبار العالمي بحق عدد من المواطنين والمارة في سوق جوب الشعبي مديرية جبل عيال يزيد محافظة عمران. نظم أهالي وذوي الشهداء وعدد من الناشدين والمسؤولين وقفة احتجاجية نددوا خلالها بتلك الجريمة الوحشية التي ارتكبت بحق أكثر من 40 شهيدا و60 جريح، ما بين طفل وامرأة وشيخ كانوا على موعد مع صواريخ الغدر والخيانة والإجرام. من يوم 19 رمضان الاعتداء علينا لا سلف ولا قضاء، لا يهود بيننا ولا نصارى ولا مجرمين ولا داغي. نوصل رسالة إلى العالم وإلى آل سعود أن دماءنا أغلى منكم وأغلى من ترابكم وأغلى من أرضكم، ووالله لن ننسى دماءنا، وسيعلم العالم أن دماءنا غالية. المشاركون في الوقفة الاحتجاجية طالبوا المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة وكل أحرار العالم سرعة إرسال لجنة دولية محايدة للتحقيق في كل الجرائم والانتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني وإحالة ملف العدوان إلى محكمة الجنايات الدولية. جاء أبناء جوب إلى هذه المنطقة وقدموا رسالة إلى أمريكا وإسرائيل وآل سعود بأنكم ستحاكمون يوما من الأيام مهما طال أمد الحرب، فأبناء هذه المديرية مستعدون أن يضحوا بالغالي والنفيس حتى يلحقوا بثار أبنائهم الذين سقطوا في هذه المكان. نرسل رسالة للعالم أجمع بأنهم إذا كانوا يتكلمون عن حقوق الإنسان فأين حقوق الإنسان؟ وها هم الأطفال الذين استشهدوا هانا على مرأى ومسمع من العالم بأكمله وبأسره، أين هم وأين ضميرهم الإنساني؟ سنجعل من هذا المكان مزارا نزوره وسنجلس كل سنة وسنقف فيه كل سنة سواء في حرب أو في سلام. رسالة إلى الأمم المتحدة ونقول لكم يكفيكم خزيا وعارا وكذبا على الشعب اليمني وما يجري في الساحات من سفك دماء للأبرار وللأطفال وللنساء. في سياق متصل قام رئيس مجلس التلاحم القبلي الشيخ جبران مرفق وعدد من الوجهاء وأعضاء اللجنة الثورية بزيارة لجرحى جريمة سوق جوب الشعبي، تفقدوا خلالها أحوال الجرحى وتلمس احتياجاتهم وقدمت لهم بعض المساعدات والهدايا الرمزية. نظرا وتنفيذا للبند الأول من وثيقة الشرف القبلية التي هي التكافل الاجتماعي، جيناكم بهدايا رمزية وكما جينا لكم بمبلغ مالي مشرف وبسيط. لا التاريخ ولا العالم سينسى أو يعفي جرائم آل سعود، وسوف يسجل التاريخ جرائم العدوان السعودي ومرتزقته كأسوأ جرائم ارتكبت بحق الإنسانية لقناة اليمن من اليمن وليد الوادعي محافظة عمران.